اللي سولتني على لابانس واش كتخيط ولا ما كتخيط، باش تركزوا معايا. حاجه اللي ناقشت معاكم حفظوها، ما تدخلوش في التفاصيل شنو اللي جاي، باش ما تمشيوش في متاهات، يعني باش ما تلفوش بحاجه بحاجه. ونبداو حنا دابا بادين ازيرو من الصفر. اذن تبرا وضعو على جوج، واخترت لا ليزير الحاشيه ديالو اللي هي زويونه وزاله باش تبقى ليا. والدليل على هذا راه كتلقاو جايه من اوروبا ومازال فيها هذا لا ليزير، غادي لا لينيير. اذن غادي نختار الخلف. اذن الا كانوا عندي لي باترون جوج، عندي باش نعرف الخلف من الامام هو لابانس، لابانس كبيره. اذن الخلف عندي مشقوق يعني مخيط، غادي نوضعو على هذا الشكل ونخلي من هنا لهنا 3 سنتيمتر. اذا غادي نوضع 3 سنتيمتر ونحط الباتروناج ديالي. اذا 3 سنتيمتر ونوضع الباتروناج ديالي، نخلي من هنا لهنا 3 سنتيمتر، من هنا نخلي على هنا هنا نخلي 3 سنتيمتر ونخلي 3 سنتيمتر هنا. ما تفكريش هنايا، فكري معايا غير في هنايا. اذا ملي وضعت الباتروناج ديالي هكذا وتيقنت بان عندي 3 سنتيم و3 سنتيم من هنايا، غادي نشد بلي زيبينغ دراسه الثوب. وضعت لي زيبينغ ديالي ودرت لي لين ديالي ودرت المسائل ديالي، غادي نشد الامام. الامام ما مقطوعش، اذا الامام مالو ما مقطوعش. غادي نجيبو على الطيه ديالو، هنا راه ما مقطوعش، هنايا مالو ما مقطوعش. اذا غادي نشد 3 سنتيمتر من هنايا ونشدو بلي زيبينغ. لاكري ديالي راه موجود عند جميع البائعات اللي كيبيعوا الخيوط وداكشي، غتقول له عطيني كري طيور غادي يعطي لك. غادي نشد لاكري ديالي، نقول له عطيني غير كري طيور وغادي يعطي لي. غادي نتراسي، يعني دابا راني نخطط سنتيم ديالي وندير هكذا، غادي نمشي على هادي نتراسيها لانها ما غاديش نقطعها، وسنتيم هكذا. اذا شحال وضعت هنايا سنتيم وسنتيم وسنتيم، هنا ما غاديش نخلي نخلي غير سنتيم د الخياطه، لاننا حنايا بصدد التعلم غير كنتعلمو. من بعد نخليو هنا 2 سنتيم ولا 3 قد الوسوعيه. الا جات السيده تقيس مولات جيبا ولا مولات النوره، الا جات مزيره لقى فين نص ساعة. الا ما درتيش ديك 3 سنتيمتر هنايا فهاد لي كوتي فليونش، وكتسهل عليك حتى الخدمه. الا ما خليتيش 3 هنا وجاتها مضيقه راه مشات. اذا حنا شنو كنديرو؟ حنا غير كنتعلمو، غادي نديرو سنتيم د الخياطه تنتعلمو المونتاج والفصاله والخياطه ديال هاد المسائل، وندخلو في التغييرات ان شاء الله. دابا كل ما عندكم هو المدرسه ديالنا، يتخرجوا منها خياطه تكبر ان شاء الله باذن الله. اذا غادي نخلي سنتيم د الخياطه، سنتيم د الخياطه، سنتيم د الخياطه، ندير هكذا ندير هكذا. عندي التلميذات كيعملوا هكذا. من بعد راه ماشي، شوفوا راه ماشي كل نهار يعني تبقاي تديري هكذا وجالسه ليا ولا هادي، راه ما ندير فيها حتى ربع ساعه. ولكن راني معلم، ماشي غير جيتو تعلمت دازت عليا مراحل باش تعلمت عالم. اذا من بعد ما نعمل هكذا نشد المسطره ديالي باش تساعدني باش يكون عندي خط مستقيم هنا، باش ما تجينيش عوجه ويضحكوا عليا مالين الدار ولا يضحكوا عليك ولادك. اذا شوفوا العمليه كيما راهي، ونخلي 4 سنتيمتر هنايا نتاع الخياطه. اذا 4 سنتيمتر نتاع الخياطه شي لي هونش هنايا سنتيم واحد، سنتيم واحد. اذا هنا عندي ميلين غادي نعمل لهم هكذا، وسنتيم تاع هنايا حتى هو سنتيم 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 اكسيتيرا. اذا ونتراسي على هذا الشكل. اذا انا عاد كنتعلم، غادي ناخذ هذه الطريقه. اللي قال لك الباترون ولا مات الباترون كمبتدئات، الا ما كنتيش تبعتي معايا بالباترون دابا غادي ندخلوا لشي تفاصيل ما غادي تقشعي والو، ما غاديش تفهمي. سالي اسيا بونجور بلاتي واحد جوج دقائق. اذا غادي نقطع سنتيم ديالي د الخياطه، نخلي لا فالور ديال لا كوتور، نحيد الامام. اذا حيدت الامام كما راكم تشوفوا راه ما مشقوقش، نطوي على هذا الشكل بأداب واحترام، نجنبو نشوف الخلف ديالي. اذا نفس الشكل حتى هنايا
سنتيم هاي الشكل سنتيم ونقطع. اذا حنا ما غاديش نطوروا الاسلوب ديالنا بطريقه اخرى، نبقاو غير في هذه المسائل اللي هي بدائيه. غادي نعبر من هنا لهنا 18 سنتيمتر ونعمل واحد الكنانه صغيره، يعني هنا فين غادي ندير لا فونيتي هايليسيا يعني السحابه تاعي. اذا ننتقل باش نفصل لا سانتور التوب ديالي. غادي ناخذ الحزام ديالي او لا سانتور بما يسمى لا سانتور، غادي نخلي سنتيم من لهي وسنتيم من هنايا. اذا وغادي نشد بليزيبينغ في الطول، في الطول نخلي 4 سنتيم من هنا و 4 تجيني كبيره ونقص. لحقاش ملي كنت كنتعلم وكنت واحد اللي مكلخ مني ما كاين، تنخيط لا سانتور حتى تنخيطها ونلقى باقي ليا خصني قد هكا. اذا باش ما طيحوش في المشاكل اللي طحت فيهم انا كنختصر عليكم مشوار. اذا باش ما طيحوش في المشاكل خليها لاله طويله مالكاش خاسره. خلي سنتيم ديالي من هنا، انا خليت طولتها واخا كانت الاستاذه سونيا طولتها، انا غادي نزيد نطولها ونخلي 4 سنتيم من هنا. اذا وغادي نقطع سنتيم من هنا وسنتيم من هنا، نخلي سنتيم من هنايا ونخلي سنتيم من هنايا باش تجيني متيوله وزاله. اذا غادي ناخذ على هذا الشكل كنقطع من التوب ديالي مباشره باش ما يضيع لياش نقطع ويجيت له نقطع ونبقى نضيع. راه ربي سبحانه وتعالى ما كيبغيش الاسراف، هنا خصها تكون عندي مستقيمه. واضحه الصوره ساره؟ اذا من هنايا خصها تكون عندي مستقيمه على هذا الشكل. اذا هنا سي ديجا فيرا مستقمه حيت كاينه لا ليزير. اذا هنا باقي لي 3 سنتيمات خصني تجيني مقدم تيوله. اذا نشد ونقعد. اذا ها لا سانتور ديالي، ها لو دوفون، ها لو دو ديغيير، لو دو لو دو ما نقولوش لو ديغيير. اذا ها لا سانتور ديالي، ها الامام ها الخلف. ندوزو للمرحلة ديال الترافو غياليزي، ولكن نبغي نهار اثنين التمارين ديالي تصيفطوهم ليا. إذا عندنا الجمعة كتسد المدرسة السبت والحد روبو ستان جور فيغي بالنسبة لنا، ولكن نهار اثنين نبغي في الفيسبوك ديالي ولا في لاباج ديالي تحطوا ليا الدروس اللي درتو المتتبعات ديالي إن شاء الله باش نصحهم ليكم وغتزاد عندي الخدمة. ربي يكون في عوني.